ازيك يا ابراهيم؟ انا قلت اكلمك، جيت على بالي النهارده فقلت مش اشكال لو اعرف اخبارك ايه. انا عارفه ان احنا المفروض ما نتكلمش، وعارفه ان مكالمتي بالذات دلوقتي ممكن تضايقك، بس انا مستغربه ازاي الموضوع خالص كده وما بقيناش نعرف حاجه عن بعض. غريبة اني ما بقتش اعرف يومك كان ماشي ازاي. كل واحد له حياته وبقى في دنيا بعيدة عن التاني، وسكك صعب قوي تتلاقى، صعب قوي تتلاقى زي الاول، بالذات في دنيا بتجري بالشكل ده. مش عارفة انا بقولك الكلام ده ليه، يمكن لو الواحد ما قالش اللي في مخه احتمال يتجنن، هو ممكن يصحى يلاقي نفسه في عالم تاني زي ما حصل معانا كده. غريبة قد ايه بنتغير، مع ان مفيش حاجة بتتغير فعلا. ابراهيم انا مش عارفة امتى هقدر اكلمك تاني، مش عارفة إن كنت هكلمك تاني من أساسه، وأكيد مش عارفة إمتى ممكن نتخبط في بعض صدفة في حتة، فقلت أسيب لك رسالة زي دي عبيطة ملهاش أي معنى. بس عموما نفسي الأمور عندك تتحسن، نفسي أقولك ما تزعلش. إبراهيم صدقني كله هيبقى كويس.